صلي وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله. مكملين مع حضراتكم خاطرة الفجر، واخدين نية قيام الليل وحضور مجلس العلم، ولكن مذاق خاطرة الفجر النهاردة مختلف لأنه في أول ليلة من الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان. الحمد لله الذي عافاني في جسده، في جسدي، ورد علي روحي وأذن لي بذكره. دعاء كان بدعي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام باستمرار كل يوم الصبح: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. كانوا بيقر حقيقة بيسمعها، بيعلمنا نسمعها لنفسنا كل يوم، ان كل يوم بصحى ربنا بيسمح لي ويديني الاذن اني اعيش يوم جديد اذكر ربنا. عايز استحضر الدعوة دي واحنا قاعدين مع بعض في التلت الاخير من الليل قبل الفجر بنذكر ربنا سبحانه وتعالى. هذا اذن من الله، والله محدش بيرغمه على حاجة، انما الله يفعل ما يريد ويحكم ما يريد. فكون ان ربنا سبحانه وتعالى في الليله المباركه دي الشريفه دي الوتريه دي اللي ممكن تكون ليله القدر اعطانا الاذن ان نكون جلساؤه، ده حب من ربنا، ده اذن من ربنا. الاذن والحب ده يشجعك انك تدرك انك مراد من الله. مراد يعني بالبلدي كده لما حد عايزك، حد بينادي عليك، انت مراد من الله. ولو لم يريدك رب العالمين ما أجرى على سمعك وعلى قلبك وعلى بصرك هذا الذكر. لأن لما ربنا يقول أنا جليس من ذكرني، فده مقام شريف يدخل إليه سبحانه وتعالى من أراد من عباده. لما نروح عند ربنا يوم القيامة هتدرك معنى مجلس زي ده، لما تشوف الناس بتسبق لربنا وربنا بيجيبنا معاهم علشان بركة مغفرة ورحمة مجلس زي ده، هتفتكر ساعتها يوم ما الإنسان كل حاجة تنكشف أمامه فبصره كاليوم حديد، هتدرك إن إحنا ربنا أكرمنا قوي بهذا الإذن منه سبحانه وتعالى. وصلت في كتاب علاقات خطرة للدكتور محمد طه، الكتب الجميلة جدا، وكان تاني مرة في رمضان السنة دي نفتح الكتاب ده مع بعض، لعلاقة سماها الدكتور علاقة البلع. هو كان بيتكلم، بفكر حضراتكم بالموضوع، ان الانسان بيعدي بعلاقات كتيرة في حياته ممكن تبقى علاقات ليها اثار سلبية، وبيحتاج الانسان لعلاقة واحدة شافية تشفيه من كل الاثار السلبية بتاعت العلاقات التانية. واللي انا فهمته انه ليس المقصود فقط علاقات الحب اللي بين الراجل والست، انما اي علاقة مع انسان في الزمالة، في الصداقة، في الاهل وعيالهم، ايا كان، في علاقات بتبقى مزعجة ومرهقة، وتأتي علاقة سوية شافية تشفي الإنسان من جروح هذه العلاقات. من ضمن العلاقات الخطرة اللي الدكتور اتكلم عنها علاقة البلع. فهمت من كلام الدكتور الكريم إنه بيتكلم على علاقة مش سوية، علاقة إنسان فيها بيلغي شخصية الإنسان التاني وبيقنعه إن هو مصدر الأمان والعطاء والراحة، مصدر الخير والجمال والتسامح، وده شيء جميل جدا جدا. لكن انا ممكن اقنعك ان انا احد المصادر دي، مش المصدر الوحيد. في ناس كتير غيري طيبين وحنينين وكرمة، ولو انا وانت بنفكر في بعض مش بنفكر في نفسنا، الطبيعي ان احنا نسمح لبعض نتعرف على الحياة ونتعرف على اشخاص اخرين، ندوق منهم الوان تانية من الجمال والود والمحبة. ممكن يكون في انسان في حياتك مالي عليك حياتك، استمسك بيه. قال سيدنا عمر بن الخطاب: ما رزق العبد بعد اليقين خير من اخ صالح، فاذا وجدت من اخيك ودا فاستمسك به. جميل جدا يكون ابويا ولا امي ولا مراتي ولا عيالي ولا حد من اصحابي الانتيم مصدر بهجتي في الدنيا، وده انا اشيله في عينيا، ولكن ليس المصدر الوحيد. لأن الحياة مكتوب عليها الفناء، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. فقد يكتب على علاقة سوية ساكنة هادئة الفناء بموت حد من أطراف العلاقة، أو يكتب عليها الفناء بافتراقهم في الدنيا. اضطريت إن أنا أشتغل وأسافر، عندي مصلحة معينة شغلتني،
قد يكتب عليها الفراق بالخلاف، نبقى زي السمنة على العسل والشيطان يفرق ما بيننا، أو نفوسنا الناقصة تفرق ما بيننا. والإنسان السوي اللي بيدير علاقاته إدارة حكيمة مش المفروض إنه ينهار انهيار تام، تنتهي معاه دنيته وآخرته لما في يوم من الأيام يترك. عشان كده الدكتور بيتكلم على علاقة البلع، إن بني آدم يشعر إنسان في يوم من الأيام إنه ملوش مصدر جمال في الحياة إلا هو. وأنا هنا متصور إن فيها نوع من الأنانية، إن بعضنا لما يحب يمسك في حد يقطع علاقاته بالتانيين، ناس التانيين، بحيث إن هو يضمن. ده مش كلام الدكتور، ده تصور مني أنا يعني، عشان قد يتفق مع كلام الدكتور وقد يكون الكلام مش في الكتاب. أنا متصور إن الجزء ده مرتبط بإن التصرف ده أوت أوف فير زي ما بيقولوا، طالع من الخوف. الشخص اللي بيبلع شخص ده، الشخص ده نفسه خايف، خايف إن فلان يسيبه، فبيقطع علاقاته بالناس كلها عشان يستحوذ عليه، لأن اللي بيستحوذ ده خايف يتساب. عشان كده مفيش أجمل من الحقيقة العقائدية اللي اسمها التوكل. التوكل أن أفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، هو اللي يدبر يدير لي علاقاتي. أنا أنشغل بالإكرام والإحسان والتسامح، أنشغل بالأخلاق الراقية، وأنشغل بتحمل أذى حبيبي اللي أنا بحبه، ثم أفوض أمري إلى الله سبحانه وتعالى في بقائه أو في انصرافه. والله بقي في حياتي الحمد لله كملت حياة جميلة، حياة وبرزخا وآخرة. انصرف لأي سبب فوق طاقته أو بمزاجه أو نفسه فسدت عليا أيا كان، يبقى أنا أقع وأنا واقف زي ما بيقولوا، ما بقاش اتبلعت جوه علاقة عندما انهارت انهارت معها الحياة. تنهار الحياة إذا خسر الإنسان ربه، وإحنا بنعبد رب حي كامل لا يموت مقبل علينا. الإنسان لما بيحس إنه خسر علاقته مع ربنا بتبقى وهم جواه، لأن الله عز وجل كريم مقبل لا يعرض عن العباد، يرضى بنا على عيوبنا وينادي علينا ونحن معرضين، ويتقرب منا ونحن نبتعد، فهو باقي سبحانه وتعالى. فيقول سيدنا علي بن أبي طالب: ماذا وجد من فقد الله، وماذا فقد من وجد الله؟ بل أنا جاي في بالي فكرة إن ساعات الإنسان بيمر بنوعية معينة من العلاقات العميقة، ثم تنفصل العلاقة دي عشان يتمرن الإنسان إنه يقف بذاته. زي ما بيعلمونا في البيزنس كده، إنك أنت تبقى عندك سيلف موتيفيشن، تبقى لوحدك بتعرف تشجع نفسك. زي ما الإنسان محتاج إنه يتعلم إنه يكون قوي بالله سبحانه وتعالى. الكلام في الموضوع ده خطر، لأنه قد يوحي بفكرة إن إحنا العلاقات بالنسبة لنا رخيصة وأي حد يسيبنا. لا لا، الإنسان الأصيل مش بياع، لكن الإنسان الأصيل من ضمن المهارات أو الصفات اللي عنده إنه ساند ظهره على توكاله على الله. فلو في يوم من الأيام فقد إنسان غالي عليه، إما بموت أو بترك أو بهجرة أو بسفر، يقدر يستكمل حياته. عشان كده خلي عندك كده ورا كده في إيه، في الشاسيه بتاعك، في أصل تكوينك، أن الباقي هو الله، وإن إحنا مأمورين بإكرام والإنعام والإحسان والتسامح وتحمل الأذى والتفاني في حب الأحباب. لكن في هنا كده غرفة كده مغلق عليها فكرة أن الباقي الوحيد هو الله، حتى لا ينهار الإنسان ويكتئب ويصاب بفقد الثقة في قدرته على الحياة لو في يوم من الأيام حصل أي خلل في علاقة حد هو بيحبه. فحبيت أقرأ لكم بس بعض الكلام من علاقة البلع اللي تكلم عنها الدكتور محمد طه. والحقيقة الكتاب يعني غني جدا جدا، وكل مرة كده لو أنا الكتاب كان في إيدي هحاول أقرأ منه حتى لحضراتكم. عايز أجاوب سريعا على بعض الأسئلة. بصلي في الجامع اللي جنب البيت، صوت الإمام حلو جدا بيخليني أعيط، فبضطر أصلي ورا خالص عشان أحس بخشوع واستمتع بالصلاة. يقصد يقول إنه ما بيصليش في الصف الأول علشان يعرف ياخد راحته. الأقرب للخشوع اعمله، الأقرب للحضور مع الله، لأن الصلاة الهدف منها الصلة. فإذا شعرت بالوصل وأنت في آخر الصفوف صلي. لا شك إن أنا أشجع أي حد إنه يبقى من أهل الصفوف الأولى،
لكن يمكن يكون في إنسان عنده مشاعر مختلفة شوية يحب يشعر فيها وهو حاسس إن هو في الآخر بعيد عن الناس. فاللي تحس بيه اعمله، وأجمل حاجة إنك أنت تنوع ما بين الصفوف الأولى والصفوف الآخرة. إزاي واحد ممكن يحلم بالجنة وهي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ الواحد يحلم بالجنة على قد تصوره. يعني أنا بحلم بالجنة أنا ماشي في جنينة جميلة وحاسس بالهدوء والسكينة وشايف ناس غاليين عليا عايشين ولا ميتين، أكني حلمت بما أتصوره من الجنة. طب اللي حلمت بيه ده هو ده الجنة؟ لا، الجنة ولا خطر على قلب بشر، لكن جالي إحساس الجنة. الله، حد بيقول لو ربنا عايزني أصلي هصلي، لو مش عايزني مش هصلي. الحقيقة إن هذه الكلمة فيها محتاج الإنسان يراجع أدبه مع الله. ربنا بيقول إن في ناس يوم القيامة هتيجي تقول لربنا ما أنت اللي ما هديتنيش، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. الغريب إن نفس الناس دي بتقول أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. طب ما أنا فرطت أهو، سخرت من الدين. أو تقول لو أن الله هداني، ده تناقض بقى، لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، تناقض. وهي شماعة الواحد بيعلق عليها. ومن الأدب مع الله إن أقول له يا رب اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. لو أنا شايف إن أنا ما بصليش أطلب من صاحب الأمر إنه يديني الإذن، وأنا بقى أعمل إيه؟ أخد بالأسباب. أذن أذن، محدش ماسكك إنك ما تقومش تتوضى وتصلي، قوم اتوضى وصلي. لا، حاسس من جوايا بحاجة مقعداني مش عايز أصلي، قوم سكت الحاجة دي وقوم. زي اللي جنبك ما قام في المكتب ولا اللي جنبك في البيت قام. تحجج الإنسان بأن ربنا اللي مش عايز، هذا غيب. مين قالك أن ربنا مش عايز؟ ما هو سمعك الأذان وخلقك مسلم، يعني أكتر من كده إيه؟ فلا طبعا، يعني بسم الله، توكل على الله وابدأ بنفسك. الله، حاولت الانتحار وخايف دلوقتي لما أقابل ربنا أقول له إزاي يرضى عني تاني. الإنسان اللي حاول يعمل معصية ومعرفش ربنا حفظه منها. ربنا بيقول على ملائكة حملت العرش، من أشرف الملائكة، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. بيستغفروا، بيقولوا إيه؟ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. حاولت الانتحار، الحمد لله أنا حضرتك عايشة وبعتت لنا السؤال، ربنا نجاكي. توبي إلى الله واقفلي الملف ده، شدي خط عريض بولد كده وكملي حياتك مع ربنا، مقبولة بإذن الله، مرحومة بإذن الله. ربنا يتقبل منكم. هسيبكم تروحوا تلحقوا تتسحروا، واللي ما صلاش الوتر يصلي، وما تنسوش تابعوا حائر على اون ايه. اشوفكم بكرة في خاطرة الفجر. ورمضان كريم، اللهم بلغنا ليلة القدر. السلام عليكم. الله.